أني للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضلوا السيدة النائبة لطرح السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نسألكم السيد الوزير عن مضمون مشروع مرسوم الحكومي القاضي بإعادة انتشار 125,000 موظف عمومي، ما هي الأهداف المرجوة منه في ظل الإصلاح الإداري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، بداية نتوجه بالشكر الخالص للسيدات والسادة النواب الذين طرحوا هذا السؤال ليتيحوا لي الفرصة فرصة تفسير وتوضيح مضامين هذا المرسوم المتعلق بنقل الموظفين، والذي جاء تنزيلا للفصل أو تطبيقا للفصل 32 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. تدركون أن أهمية الحركة في ترشيد تدبير الموارد البشرية وحسن استعمالها وتأهيلها سيمكن الإدارات وكذلك الجامعات المحلية من التوفر على الكفاءات البشرية المتمرسة. قبل أن أدخل في صلب الموضوع لا بد من بعض المعطيات. أولا، عدد الموظفين المدنيين في الإدارات العمومية والجامعات المحلية حتى اليوم 680,000 موظف، فيها 536,000 موظف بإدارات الدولة المدنيين، وحوالي 150,000 موظف في الجامعات المحلية. معدل التغطية 21 موظف لكل 1000 نسمة، وهذه النسبة تتراوح بين أو تتغير من جهة إلى أخرى. هناك 31 موظف لكل 1000 جماعة في جهة معينة، و13 موظف لكل 1000 نسمة في جهة أخرى. أربع جهات في المملكة من 12 كيتوفروا على 60% من مجموع الموظفين، وفيه أربعة كيتوفروا على 30%، وأربعة جهات كيتوفروا على أقل من 10%. الجهات التي فيها 60% هي الباط، سلا، قنيطرة، فاس مكناس، مراكش أسفي، والجهات الأخرى تتقاسم فيما بينها 40%. سياق إصدار هذا المرسوم، هذه الأرقام الناطقة التي سبق استعراضها تبين الحاجة الماسة إلى توزيع معقلا للموارد البشرية، خاصة في الوضع الراهن بعد نقل الكثير من الاختصاصات والمهام إلى الجهات والجماعات، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تفعيل مقتضيات المرسوم الذي نتكلم عنه. ويندرج هذا المرسوم كذلك في إطار استكمال منظومة الحركية بعد الإلحاق وراء الإشارة اللي صدر عليهم مرسومين اثنين، يأتي مرسوم النقل لاستكمال هذه الحركية، ويأتي إصدار هذا المرسوم في سياق وطني متميز وفي وقته المناسب، ولا سيما لمواكبة الجهوية وتقوية الوحدات اللا ممركزة. من هم الموظفون المعنيون بهذا المرسوم؟ 260,000 موظف، وهي الهيئة المشتركة بين الوزارات، فيها 135,000 في الجامعات المحلية و 125,000 في الإدارات العمومية. وكذلك من هذه الهيئات 70% أو من مجموع هؤلاء الموظفون 70% يتمركزون في أربع جهات، هي الجهات اللي فيها 60% من الموظفون بشكل عام، و 30% تتقاسمها 8 جهات أخرى. والهيئات المعنية بهذا النقل أو بهذا المرسوم المتصرفون
المهندسون، الأطباء، المحررون، التقنيون، المساعدون الإداريون، ومؤطري التكوين المهني، والأساتذة الباحثون. كيفية تفعيل هذا المرسوم؟ هناك آليتين للتنقيل. الآلية الأولى أو آلية النقل الأولى بناء على طلب الموظف، بناء على طلب الموظف. والآلية الثانية وهو النقل التلقائي بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، ويكون هذا النقل من إدارة إلى إدارة، ومن إدارة إلى جماعة، ومن جماعة إلى إدارة، ومن جماعة إلى جماعة. هذه المعابر لم تكن تتوفر من قبل بهذه البساطة. فستسهر لجنة تترأسها وزارة الوظيفة العمومية على مستوى رئاسة الحكومة لتفعيل هذا المقتضى، وكتضم في العضوية ديالها وزارة المالية ووزارة الداخلية إذا تعلق الأمر بالجماعات المحلية. وتتوصل هذه اللجنة بلائحتين من الإدارات والجماعات، لائحة تضم الموظفون المراد نقلهم تلقائيا، ولائحة ثانية تضم الحاجيات. وتتم دراسة هذه القوائم قبل شهر ماي من كل سنة، حتى يبقى الوقت لتوفير الآليات ديال البوست إلى آخره. وبالطبع هذا المرسوم أتى بضمانات حتى نجعل حدا لكل تعسفات أو كل يعني نقل غير موضوعي أو غير منطقي أو غير مبرر. وأتى كذلك بمقتضى وهو تعويض جزافي لكل الموظفين الذين سيغيرون مكان عملهم من إقليم إلى إقليم وتتمثل في أجرة 3 أشهر. شكرا لكم. السيدة النائبة. شكرا سيد الوزير على جوابكم. احنا في حق فريق التجمع الوطني الأحرار ننوه عاليا بهذا المشروع المرسوم. لما لا؟ لأنه جات يتضمن مسائل إيجابية عديدة لصالح الإدارة، لصالح المواطن، ولصالح كذلك الموظف على حد سواء. كما قلت أيضا هذا المشروع المرسوم عنده إيجابيات، لأنه أولا سيمكن من توسيع نطاق ديال العملية ديال انتشار الموظفين. باش نكونوا واضحين، المغاربة راه كاينين في جميع أنحاء المعمور، من طنجة للقويرة، راه ما محدودينش غير واحد الجهات معينة، مثلا كما قلتي الرباط ولا الدار البيضاء والنواحي ديالها، راه كاينين في جميع أنحاء المعمور. وهاد المواطنين راه باغين كلهم يتقداو الخدمات ديالهم وتخدم. أيضا هذا المشروع غيمكن من خلق آلية لتطوير وتوسيع مجال الحركية ديال الموظفين بين الإدارات وبين الجماعات المحلية، الجماعات الترابية. سيمكن أيضا من تمكين هاد الموظفين من مسارات مهنية محفزة. سيمكن أيضا من خلق واحد النوعية ديال الدينامية داخل الإدارة، وتقوية ديال الثقافة ديال الانتماء إلى المرفق العمومي. ولكن في هذا الإطار احنا في فريق التجمع الوطني للأحرار ما باغينش بأن هاد المشروع ديال المرسوم أنه يعني ياخذ واحد، يكون واحد الأداة وواحد الوسيلة تستخدم لأغراض سياسوية ولا نقابية ضيقة. شكرا. وفي إطار تقسيم ترابي وجهوي.